اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لترند الاهلي وايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا النهارده، ونبتدي بحساب النادي الاهلي على فيسبوك، واللي قال لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا خاض 6 مباريات سجل خلالهم 5 اهداف، وبصراحه انطلاقه مميزه جدا لكهربا هذا الموسم. ال6 مباريات ما بين الدوري 4 مباريات ومباريتين في دوري ابطال افريقيا دور 32 امام سينوديب، قدر ان هو يحرز 4 اهداف في الدوري، هو هداف الدوري حاليا وهدف في دوري ابطال افريقيا، بيفتتح سجل تهديفه في هذه البطوله مع النادي الاهلي من خلال سينوديب. ان شاء الله باذن الله كهربا يواصل بهذا الاداء وافضل كمان خلال الفتره اللي جايه، واثقين فيه كتير جدا جدا يعني. خلينا نروح لحساب الاهلي دوت كوم على فيسبوك، واللي بيتكلم على ان الخطيب يترأس بعثه الاهلي في كاس العالم للانديه والفريق يسافر في طائره خاصه. لحد دلوقتي مفيش حاجه رسميه بالخصوص ده، لكن طبعا ده الاقرب للحدوث، يعني بطوله كبيره اكيد هيبقى متواجد فيها الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه. مش عايز ااكد لغايه لما يخرج خبر رسمي، وكمان النسبه الاكبر اكيد هيكون في طياره خاصه. منتظرين دايما الرسمي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. خلينا نروح للمصري اليوم وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا لقاء الاهلي والمريخ السوداني مهدد بالتاجيل لهذا السبب. ليه بقى؟ لان باذن الله الاهلي لو صعد لدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه فهيبقى عنده مباريات قريبه جدا من ميعاد مباريات المريخ السوداني، المفترض هيكون يوم 12 او 13 فبراير، البطوله تخلص يوم 11. الاهلي باذن الله يوصل النهائي، ليه لا؟ او حتى لو وصلت نص النهائي ولا قدر الله خسرت هتلعب على المراكز الثالث والرابع وكلام من ده، فبكل الاحوال ممكن المباراه تؤجل. احنا بندعي ان المباراه تؤجل طبعا عشان يكون الاهلي وصل لدور نصف النهائي من بطوله كاس العالم للانديه، وعندنا ثقه كبيره جدا في اللاعبين، وعندنا قائمه بصراحه ممتازه ما شاء الله لا قوه الا بالله من فريق النادي الاهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ من سبورت 360، واللي بيتكلم وبيقول البطوله الافريقيه عباره عن مراحل، هخاف من مين وهعمل حساب لمين؟ فانا ساواجه جميع الفرق القويه في البطوله خلال اي مرحله، اقابل اي حد او اي فريق، ولكن اكون في حالتي، يهمني قوي او قوتي انا تحديدا يعني. في كل الاحوال البطوله صعبه يا جماعه، وانت عايز تاخد البطوله فانت مش هتخاف من حد، انت بطل اصلا دوري ابطال افريقيا، الناس هي اللي هتخاف منك، لكن في كل الاحوال انت بتحترم كل المنافسين سواء في دور المجموعات او في ادوار المقبله باذن الله تعالى. الاهلي يتاهل ويوصل النهائي كمان، فاي فريق انت هتقابله هتبقى عامل له الف حساب، عشان انت هدفك معروف وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. وكلام متزن جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ في الحقيقه مدير الكره. الوطن سبورت بيتكلم على ان موسيماني يرفض رحيل مروان محسن عن الاهلي. خليني اقول لحضراتكم يا جماعه ان الاتجاه الاقرب ان مفيش ولا لعيب هيطلع خلال الفتره اللي جايه اعاره من النادي الاهلي خلال الشهر الحالي، ده الاتجاه الاقرب، ممكن يحصل غير كده. لكن بقول ده الاقرب ليه؟ لان الاهلي عنده منافسات عديده، وعندك لا قدر الله في اصابات بخلاف موضوع كورونا اللي احنا ماشيين فيه، فانت محتاج لكل العناصر. اتحاد الكره كان زود القائمه 35 عشان تواجه الازمات اللي ممكن تحصل لك من اصابات او من خلال فيروس كورونا، فبالتالي الاقرب ان مفيش ولا لعيب هيخرج من النادي الاهلي على سبيل الاعاره هذا الموسم او في الشهر ده تحديدا، لكن برضو مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. انا بقول لحضراتكم الاقرب في الاخر ده قرار الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني، مع التاكيد على مدى اهميه مروان محسن، وهو احد اهم اللاعبين في صفوف النادي الاهلي، وكان امير توفيق ايضا خلال مداخله امبارح تقريبا اكد على الجزئيه دي تحديدا، وانه الاقرب ان هو مكمل ومروان لعيب مميز جدا. بالتالي كمان انبي بيطلب استعاره صلاح محسن، في عروض بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، لكن هنشوف التفكير هيكون في انهي اتجاه من الجهاز الفني والمسؤولين على الكره في النادي الاهلي. هنشوف الامور هتبقى ايه خلال ما تبقى من هذا الشهر، شهر يناير اللي احنا فيه، وانتقالات الشتويه. حساب يلا كوره على تويتر بيقول ان امير توفيق ليه تصريحات بيقول لم نتحدث مع اي لاعب من الزمالك، لم يتم عرض فرجاني ساسي علينا، لنرى في مركز وسط الملعب. يعني الراجل بيقول ان احنا ما تعرضش علينا فرجاني ساسي، ما فيش اي لاعب احنا فكرنا فيه من نادي الزمالك، مع كامل الاحترام والتقدير لاعيبه نادي الزمالك لعيبه كبيره طبعا، اي فريق يتمنى بعض اللاعبين المتواجدين في فريق نادي الزمالك، لكن في كل الاحوال ايضا انت عندك عناصر قويه جدا. يعني فرجاني ساسي هيجي لو مثلا كان اصلا في تفكير، هو ده اصلا مش موجود، كانت عندك في نص الملعب اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، اكرم توفيق، لو رجع كمان محمد محمود، كريم ندفد، عندك عناصر ممتازه جدا يعني. فبالتالي دي امور كلها مهمه، ومفيش اي تفكير زي ما قال امير كده ان بخصوص اي لاعب في نادي الزمالك، ونتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في الخروج من بعض الازمات اللي ممكن يكون بيمر بيها. الخبر ده بقى غريب شويه،
من القاهره 24 وبيتكلموا على غضب في الاهلي من امير توفيق وان محمود الخطيب يسحب بعض اختصاصاته وكلام من ده. واضح ان ده خبر تصفيه حسابات يعني مع امير نفسه، الله اعلم، لكن الكلام ده مش حقيقي خالص يا جماعه. طيب دي كانت بعض الاخبار اللي تتعلق بالنادي الاهلي في السوشيال ميديا.